نينوى تحتاج شخص نزيه، وهذا كلش كافي. أهم شيء النزاهة والقضاء على الفساد. من القضاء على الفساد كله يجي. أما حاليا خدمات تعبانة، مطار، مستشفيات، أزمة وقود، أزمة مياه، هذه تنتهي بانتهاء الفساد وبوجود الرجل المناسب بالمكان المناسب. الأولويات يعني اللي تحتاجها، والله هي الاهتمام بالكهرباء، هاي تشغيل الأيدي العاملة، هذا السوق التعبان، شغلة استثمار، شغلة إذا ينطون قروض ميسرة للناس تبدي مشاريع صغيرة، هي هذه اللي تحرك البلد. أربع سنوات شنو اللي شفته غير؟ والله ما رجعنا كلها ضيم، وماكو شيء يعني، لأن فلوس عاد تنصرف بالهبل ومليارات عاد تروح بوش بلاش. هذا اللي نسمع مليار كذا مليار اخي، عاد روح لي على شغلات تافهه، ارصفه، منتزه، حدائق، ما فيش ماكو شيء تنموي، مشاريع نهضه، اعمار حقيقي، نسمع بس ماكو. والله محتاجه خدمات، محتاجه بناء، محتاجه مستشفيات يا اخوي. كل شيء ما صار، ماكو اي شيء جديد. لاق عليها شوفت عينك، كلها مفلشه وكلها ماكو لا خدمات لا شيء، لا تعويضات لا شيء. مطالب بالخدمات، طالب بالاعمار. نينوى تحتاج كل شيء، تبدا من البنيه التحتيه وحتى اعلى المستويات. يعني مثلا تبدا من البنيه التحتيه، بناء الشوارع، المجاري، المياه، وكذلك الطرق والجسور، كل شيء تحتاج. مطار الموصل شيء اعتيادي، هذا شيء اكيد، هذا احد يعني شنو نقول مرفقات الحياه اللي تزيد يعني من نقول تداول الحياه بين الناس، الحركه، السياحه، اخذ يعني التبادل السياحه ما بين دول الجوار، التنقل ما بين مكان ومكان، يزيد كذلك عمليه بالنسبه للتجار التنقل من مدينه الى مدينه او من دوله الى دوله. هذا حدا اول شيء، هي اول شيء تحتاجه انه الناس اللي تجي الى المناصب تكون صادقه مع نفسها وتكون صادقه مع الشعب، وتبدا من نقطه الصفر، وتبدا بدايه حسنه، تبدا من معامله المواطن، وتبدا مع بناء الطرق، الجسور، اي شيء.